أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وأكدت الوزارة أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب جريمة تتنافى مع المبادئ الديمقراطية، متمنية الصحة والسلامة للرئيس السابق وأن تستكمل الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية خالية من أي مظاهر للعنف أو الإرهاب. وأعربت الوزارة عن تعاطف مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق، مؤكدة عمق علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتمنيتها للمصابين بالشفاء العاجل وللشعب الأمريكي الصديق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.